حنا بخير وديرة العز في خير، دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا فيه. الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، سلام بيان، سلام سلام قصر بيان. إذا بيان تقول ونقول، تتوقعون تحللون، وربما أعطيتم الناموس بالأفكار. قولوا كما شئتم، لكم آراؤكم، وأنا على الميدان قلت قراري. قرارها بيانها الشلفة. محمد بن خالد العطية المضمر المشاغب، بالفعل شغبت الليلة وكانت مشغبات ناجحة برمزين ذهبية. والله الحمد لله، هذا توفيق من العزيز الحكيم. عدينا العدة من فترة طويلة والحمد لله، الله وفقنا اليوم وجملنا وحصلنا على رمزين من أربع رموز، وهذا شيء طال عمرك طيب، والأرزاق قسمها رب العالمين. لو دودنا احنا ناخذها كلها، لكن بعد انت مسلم معي ابو خالد، وانت والانسان طال عمرك مخلوق من طمع، لكن انت طال عمرك تجتهد وغيرك مجتهد، ومثل ما انت تبغي تبغى الخير لنفسك، الناس تبغى الخير لنفسها. انت تفضل لغب المشاغب ولا لغب الحوت؟ اقرب القلب. والله ابو برك كلها اقرب القلب، لا في وقت ابغى الحوت وفي وقت ابغى المشاغب. الحوت تبغيه في الامتار الاخيره يوم تنتهي من الاشواط، ها؟ الله كريم ان شاء الله. المشاغب يوم تخرب الشوط. الله كريم. صح ابو خالد ولا؟ هذا الكلام صحيح. زين ابو خالد، تحدثنا عن المطلع وعن المطلع وبيان. بيان من تنحدر من سلالة الفايز، انتقلت ملكيتها العام في سباق سيدي صاحب سمو امير البلاد الفدن عند ماجد بن حلفان. والمطلع طال عمرك ابوها الواعي، وامه طال عمرك من انتاج حافله من انتاج الوالد عبد الله بن علي العطيه، وابوه الواعي من هجن الشحانيه. والمطلع تعرف ما احتاجه وبريك، ما احتاج ماذا قال هزيمه في هذا الموسم. محمد بن خالد في شوط السيف، استعدادك للسيف الذهبي؟ والله بادل الجهد يا ابو بريك. استعدادك مع خود ما ذخرت كيف 48 ساعه لتسبق شوط السيف؟ ومولي امري لله. يعني ابو خالد احنا الحين يفصلنا ساعات عن شوط السيف، خلينا بنعيشك في الواقع. 48 ساعه على ما يبدا عن شوط السيف، كل شوي تروح ساعه سيف. شوف ويبدا السباق والعرب كلها اموالها وعند السيف، والسيف هو الاخر اللي هو اخر انجاز للواحد، وكل مالك هجن يطمح انه ياخذ سيف، وكل مضمر في مؤسسه ولا عند اصحاب السمو الشيوخ يطمح انه ياخذ سيف. احنا والله يا ابو بريك احنا بعد متعود على مثل هذه الضغوط بخير. الحمد لله توفيق من العزيز الحكيم، والحمد لله هاي شيء يلهمك هكيا يا رب العالمين، لكن كلنا مستعدين والباقي عند الله. بحكم انك احد الهامات الكبرى في هذا المجال في الخليج وفي الوطن العربي، هل استفدت من الدروس الماضيه خبرتك الطويله في ضغوط اشواط السيوف في مثل هذا المهرجان الكبير؟ يعني صرت متعود على اشواط السيوف وصارت الثقه في النفس موجوده في اخوياك وفي الهجن؟ والله طال عمرك بالنسبه لاخوياي، اخوياي طال عمرك بادرين الجهد، اشكرهم من قناه الابرقه واقول لهم بيض الله وجهكم اللي جملته، واللي علومكم كلها طيبه، ونبغي منكم المزيد. ولكن طال عمرك الانسان كل يوم يتعلم، دائما الانسان حي ويدخل في معترك ركب ومعترك سباقات، لازم انه يكون طال عمرك كل يوم يتعلم. متعود انت على الضغوط هذه، صارت اشبه بعادي. والله تعودنا عليها، لكن لا والله اللي يقول لك ما خل عندك روح رياضيه ولا ايش اسمه، خلك يعني هادي، ما تقدر تكون هادي. داخل في السيف معك راعية السيوف داودية، ومعك أيضا خود، يمكن هي تسبب ضغط نفسي عليك بأنك أنت تشرف على إدارتها، بالمقابل سالبا فرعا عليها ضغوطات من الداودية. محمد، هل هذا يشكل عليك ضغط أن عندك ناقة سبوق، ناقة رئيسية؟ نعم، إنه يشكل ضغط. خايف عليها من الانطلاقة، خايف عليها التأخر في المسار، خايف عليها طال عمرك تندفع وتفرغ جهدها في الكيالو الأولى. كل ما طبعا ركضها ما تندم. الأمان بعد الأمان من تنطلق المطية سالمة، والأمان الثاني من تنقطع خط النهاية، من توصل المنصة وتوصل النهاية وتطلع من الميدان وانت تكون على أعصابك. أبو خالد في شوط السيف تفضل وتتمنى أنك تكون مشاغب ولا حوت لغب؟ لا والله اتمنى الربع كلهم. لا انت تتمنى تكون حوت في شوط السيف ولا مشاغب؟ لا والله اتمنى اكون حوت. بيض الله وجهك، وهذا الفوز من تهدي. هذا الفوز هدية طال عمرك الى دولة قطر حكومة وشعبا، والى طال عمرك هواة ومحبين سباقات الهجن.